خبر آخر خارج مصر لكن مؤكد أننا سنتأثر به في الفترة المقبلة على حدودنا. زي ما هو معروف أن الحكومة أن في حالة لخطف 3 مستوطنين إسرائيليين حصلت قبل أيام، ترتب عليها الكثير من التفاعلات داخل الأراضي المحتلة سواء في الضفة أو حتى في غزة. والنهاردة قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الضفة المحتلة، شملت دكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من النواب بينهم الدكتور عزام سلهب وباسم الزعرير ومحمد الطل. الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أصدر تصريح في وقت مبكر النهاردة بيدين في عملية الخطف ويدين في أيضا عمليات الاعتقال. لمزيد من التفاصيل معايا السيد جهاد الحزازين القيادي بحركة فتح، بينضم إلينا من رام الله عبر السكايب. أهلا وسهلا سيد جهاد. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا عايزين نعرف من حضرتك الأول معلومات عن أوسع عن حملة الاعتقالات اللي حصلت صباح اليوم. أولا الكل يدرك بأن حكومة الاحتلال الصهيوني لا زالت تعاني من أزمة كبيرة وتحاول تلقي باللائمة وتخلق العديد من المبررات. نعم سيد جهاد أسمعك. لأجل إلقاء التي جرت والتي حصلت في الفترة الأخيرة والتي كانت بالأساس ليست خاضعة للسلطة الأمنية الفلسطينية، مما يعني بأن ما جرى في هذا اليوم هو محاولة إسرائيلية بائسة في محاولة لإلقاء فشل الحكومة اليمنية على أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ما دفع هذه الحكومة إلى التصرف والقيام بالعديد من الأعمال والجرائم التي تصنف ضمن إطار القانون الدولي ضمن جرائم الحرب ضد وانتهاكات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء بالاعتقالات سواء باقتحام البيوت بالاجتياحات الليلية التي تمارس. طيب معروف التوتر اللي حاصل بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية على خلفية توقيع الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني على بروتوكولات عدد من المنظمات في الأمم المتحدة وقبولها فيها، هل تتصور أن تستغل إسرائيل هذا الظرف أو موضوع الخطف وتصفي حساباتها مع السلطة الفلسطينية؟ هل تتوقعون ضربة إسرائيلية على خلفية هذا الأمر؟ إسرائيل لم تتوانى لحظات في كل وقت من أن توجه ضربة للسلطة الفلسطينية ولأبناء الشعب الفلسطيني. فإسرائيل عندما تفكر هذه الحكومة اليمنية المتطرفة فهي تفكر باتجاه كيف تقلب الطابع على الفلسطينيين سواء عالميا من خلال إثارة الرأي العام العالمي أو الرأي العام الدولي باتجاه الفلسطينيين، وخاصة أن حكومة الوطن الفلسطيني اكتسبت التأييد والمباركة الدولية والأوروبية والعربية. هذا أحرج القيادة الإسرائيلية وجعلها في محك أو في خانة وفي زاوية أخرى بعيدة وفي حالة عزلة عن المجتمع الدولي، مما يتطلب من هذه الحكومة أن تقوم بمجموعة من الإجراءات في محاولة تظهر للعالم بأنها مغلوبة على أمرها وبأن الشعب الإسرائيلي يتعرض للخطف وللقتل. متناسية هذه الحكومة بأنها لا زالت تختطف أكثر من 5000 فلسطيني هم أسرى قابعين في السجون الإسرائيلية لا يلقوا أي معاملة إنسانية. وفي هذا الإطار عندما تحاول إسرائيل ابتزاز الشعب الفلسطيني من خلال عمليات القتل وعمليات الاعتقال وعمليات المداهمات الليلية المتكررة واعتقال القيادات الفلسطينية والتلويح باغتيال أو بتهديد حياة الرئيس محمود عباس، هذا الأمر لن يثني الشعب الفلسطيني ولن يعيده عن عزيمته في مواجهة جميل الاحتلال. سيد جهاد كان الأولى بحكومة الاحتلال بدلا من أن تقوم بذلك أن تتوجه إلى شعبها وتصارحه بأنه لا بديل عن السلام وتحقيق الحرية وعطف الحقوق للشعب الفلسطيني. طيب سيد جهاد، البعض اتهم أن حماس ممكن تكون قامت بهذه العملية من طرف خفي لإحراج أو لنسف فكرة المصالحة اللي بدت قائمة وفكرة الحكومة الجديدة والتوافق الوطني الوليد، وأرادت أنها توجه لي ضربة من طرف خفي بهذه العملية. والبعض الآخر قرأ في المسألة أن قد تكون أطراف تانية هي التي تقصد هذا العمل في هذا الوقت الحالي. أيا كان الطرف الذي قام بهذه العملية، فالمسؤولية الأمنية للمستوطنين هي ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وليست مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية. المستوطنين القابعين والمنتهكين والمغتصبين للأراضي الفلسطينيين هم
قتلة، هم جاءوا ليسلبوا الأرض الفلسطينية. فلذلك أي عمل يرتكب بحق المستوطنين هو عمل مشروع، طالما هم بقوا على أرض ليست بأرضهم وهم جاءوا كقوة احتلال وكقوة. لكن الرئيس عباس النهاردة أدان القطف يا فندم. نحن كلنا جميعا ندين أي عمليات باتجاه المدنيين أو مخالفة للقانون الدولي، ولكن بالمقابل ما الذي تقوم به إسرائيل وما الذي تفعله إسرائيل من انتهاكات متعددة للحقوق الفلسطينية؟ ما الذي تقوم به إسرائيل من حالة حصار على أبناء الشعب الفلسطيني؟ ما الذي تقوم به إسرائيل من احتجاز أكثر من 5000 أسير فلسطيني في ظروف صعبة؟ النهاردة على النواب وعلى ما الذي تقوم به إسرائيل من قصف واستخدام كافة الأدوات التدميرية سواء بالصواريخ سواء بالطائرات وبالمدافع بكل أشكال الإرهاب أمام شعب أعزل لا يملك من القوة أي شيء؟ لذلك عندما تحاسب إسرائيل على جرائمها التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، نحن عندما يقوم الرئيس بإدانة من كلا الطرفين لم يقل ندين عملية خط المستوطنين فقط، بل قال ندين كافة الإجراءات التي تمس المدنيين والتي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية. لذلك عندما يتوجه الشعب الفلسطيني وتتوجه القيادة الفلسطينية للعالم بأجمع بأننا شعب نطوق للحرية، شعب نريد أن نحيا بسلام وأن نعيش بسلام، تكون لنا دولة معترف بها. جميل سيد جهاد، أولا أريد أن أفهم منك يعني في هذه النقطة، عايز أفهم منك إسرائيل يعني على من تضغط بقبضها على السيد دويك وعلى غيره من النواب الفلسطينيين؟ هل معنى كده أنها بتوجه أصابع التهم لجهة ما؟ وهل في توحد في الموقف حوالين هذه القضية بين فتح وحماس، وهو أمر ربما لم يكن موجود حتى أثناء الضربة على غزة في سنة 2009؟ أولا إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تعرف من قام بهذه العملية ومن خطط لهذه العملية، فلذلك هي عندما تلقي التهم جزافا هنا وهناك تحاول جر المقاومة الفلسطينية أو جر الفصائل الفلسطينية للإعلان أو التصريح عن من الجهة الخاطفة لهؤلاء المستوطنين. وهذه اللعبة الاستخبارية التي تحاول أن تمارسها إسرائيل هي لن تنطلي على أبناء شعبنا الفلسطيني الذي تعود كثيرا على مثل هذه اللعبة القذرة من الجانب الإسرائيلي. ولكن بالدرجة الأولى عندما تقوم إسرائيل بهذه الأفعال فهي أكيد وبالمؤكد وبالدلائل الواضحة هي في حالة إفلاس سياسي، وليس لديها المعلومات التي تستطيع من خلالها تحرير مستوطنيها. لذلك على إسرائيل أن تفهم مليا وجيدا بأنه يجب أن عندما تقوم باغتصاب الحقوق الفلسطينية وعندما تقوم بمعاقبة الشعب الفلسطيني وعندما تقوم بعمليات القتل والقصف والاجتياحات واعتقال الأطفال. هل ده هيأثر على المفاوضات الجارية الآن بين إسرائيل والسلطة؟ وهل في تنسيق فتحاوي حمساوي حوالين هذه القضية ولا لا؟ لا يوجد هناك مفاوضات، المفاوضات متوقفة عندما تم توقيف المفاوضات في تم توقيفها بعد التوقيع على البروتوكولات. هل ده هيحول دون استئنافها في فترة منظورة؟ وهل نحن كفلسطينيين لازلنا نقول بأن أيدينا ممدودة للسلام، ولا نرفض السلام ولا نرفض التفاوض من أجل الوصول إلى حقوقنا. هل في تنسيق بينكم وبين بين حماس حوالين هذه القضية؟ نحن نقول بأنه لا، هو التنسيق يجب أن يكون بين فصائل السلطة، فصائل العمل الوطني الفلسطيني جميعا وليس ما بين الكل، ولكن يجب أن يلتزم الجميع بالهدف الوطني المشروع بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا وبحقوق أبناء الشعب الفلسطيني. هل في أطراف دولية، هل دخلت مصر مثلا على الخط هنا في التواصل بينكم وبين الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق ب مصر دائما موجودة على الساحة، ومصر دائما هي تكون دائما بجنب الحق الفلسطيني. جميل، هل حصل أي في تواصل؟ كثير من القضايا مصر وقفت في كثير من القضايا، وكان آخرها عندما أوقفت العدوان الهمجي عام 2012 عندما شاركت مصر وكانت وسيط في صفقة تحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الأسير جلعاد شليط. مصر الآن تقوم بدور جيد وفي محاولة لأجل أن يكون هناك إحقاق للحقوق الفلسطينية، سواء بالضغط على الجانب الإسرائيلي للعودة إلى إحقاق الحقوق الفلسطينية والعودة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. شكرا جزيلا السيد جهاد الحزازين القيادي بحركة فتح، كنت معنا من رام الله.